أكدت وزارة البترول أهمية الاستمرار في زيادة أنشطة البحث والاكتشاف وحفر الآبار بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي. وخلال النقاد الجمعيات العامة لشركات جابكو وعجيبة والفرعونية لاعتماد موازنتها، أكد وزير البترول طارق الملا الاستمرار في تطبيق التكنولوجيات الحديثة واتباع أعلى معايير السلامة وحماية البيئة، فضلا عن العمل على ترشيد الإنفاق وتقليل التكاليف والتأكد أو التأكيد على بعد التحول الرقمي كأحد أولويات قطاع البترول لدعم اتخاذ القرار.